إعداد للانطلاقة. مشاهدين الكرام، فتحت البوابات اندفاع لمهرات السنتين على مسافة 1400 متر متنافسة على كأس وزارة التعليم، كأس المعلم، 12 مهرة في هذا الشوط تتنافس بقيادة مستثناها الآن في المركز الأول، مستثناه راشقة في المركز الثاني، ثالثا ديمقراطية الاسم المرشح الكبير في هذا الشوط، إلى جوارها مغبوطة أيضا في المركز الرابع تتقدم الآن، وفي هذه الأثناء تحديدا مستثناة هي من يقود هذا الشوط، هي من يقود الانطلاقة القوية، ظبي الحماد في المركز السابع الآن تحاول أن تتقدم، وهي الاسم المرشح الآخر فيما مستثناه متقدمة بكل قوة، راشقة إلى جانبها في المركز الثاني، وأيضا ديمقراطية في المركز الثالث مع بداية 400 متر الأخيرة. متابعين الكرام، المنافسة القوية اشتدت، إذن راشقة في المركز الأول، أيضا الحضور يأتي من ذات الوشاع في هذه المنافسة الاستثنائية الكبيرة، مغبوطة قادمة، ظبي الحماد أيضا تتقدم، ظبي الحماد للمركز الأول، ظبي الحماد مغبوطة من المسار الخارجي، ظبي الحماد من الداخل مغبوطة أيضا على خط النهاية، تنهي هذه المنافسة.